الله سبحانه وتعالى كتب عليها العذاب، ما اعتنوا بنبيه. الآن كم عام هذا النبي بلغ وأنذر، ما فادوا إياه. النبي تركهم وخرج، طلع هذا النبي وجاءهم العذاب. في الحديث حتى وصل العذاب إلى أيديهم، يعني هالشكل العذاب إجا قريب. هذا العذاب الذي أنذرهم به النبي، نبه، ركضوا راحوا إلى عالمهم، ذلك العالم يقال له روبيل. ماذا نفعل؟ عالمهم روبيل قال لهم اذهبوا إلى الصحراء، العذاب بعد جاي، روحوا إلى الصحراء، فرقوا بين النساء والرجال، أو فرقوا بين النساء وأطفالهن، النساء في مكان، الأطفال في مكان، فرقوا بين البهائم وأولادهن إذا صح التعبير. راحوا إلى الصحراء، تضرعوا إلى الله سبحانه، الأمهات يبكين، الأطفال يبكون، البهائم الصغار تبكي أو تتضرع. الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم وعجزهم. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم بعد أن التجأوا إليه وكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين. البشر إلى حالة غرور، يشعر أنه لا يحتاج، ما يحتاج. عندما لا يشعر بالاحتياج، طبيب، هذا الفرد مريض يحتاج إلى الدواء، ولكن هذا المريض لا يشعر بحاجته إلى الدواء. هذا المرض يستفحل 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 إلى أن يوصل إلى مرحلة يشعر أنه لا بديل له إلا الرجوع إلى هذا الطبيب. هنا بعد أي شيء يقوله الطبيب يعمله هذا المريض. أولئك القوم روبيل علمهم، قال نادوا الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إحنا دا ننتهي.